معلش يا علي، ده لي الشمبانيا خير. اطلع غير. يلا يا جمال، انا جعت بقى بصراحه يا جماعه، انتوا حرين. طب ما تعمل لنا طبقين على ذوقك كده. منى فين انت كمان؟ ساعة ما جيت وانت مش على بعضك. مفيش حاجه جميل. مفيش حاجة جيمي؟ ايه؟ في حاجة حصلت غير اللي انت حكيتهولي؟ لا لا. امال مالك؟ انت مش قلت انت فتحتها في الموضوع وكانت مبسوطة؟ ايه؟ امال مالك في ايه؟ ما تتكلم يا عم. مفيش حاجة، متضايق بس شوية. طب انت مثلا حاسس انت تسرعت ان انت خدت خطوة زي دي؟ لا خالص. روبا هي الانسانة ما حدش يختلف عليها. ما حدش يختلف عليها؟ هو انت بتشتري شقة؟ ما تتكلم يا عم. في ايه؟ يا عم مفيش حاجة، انا بس مش مصدق الموضوع جه بسرعة كده. عارف لما تبقى طول عمرك بتدور على بني ادمه ومتخيل ان انت عمرك ما هتلاقيها، وفجاه تلاقيها في وشك بتتثبت. لا، واحلامها شبه احلامك وبتفكر زيك، مريحه كده يا اخي، بتوصلك لمرحله ان انت بتبقى واثق ومتاكد انك عمرك في حياتك ما هتخونها، ولا هي هتخونك، ولا عمركم هتضحكوا على بعض. ايوه يعني في حد كده ضحك على التاني؟ لا طبعا. لا طبعا. انت يا ابني هتجنني ليه؟ محسس ان كلامك غير اللي حصل يعني. يا عم روبا هي الانسان انا نفسي طول عمري يبقى معاها، هي دي اللي انا بحلم بيها طول عمري. انا بصراحه مش قادر استنى اكتر من كده، انا جعان. ميرسي يا منى. لا لا شكرا، مش عايز. انا همشي. ماشي رايح فين؟ معلش يا منى تعبان شويه بس. مبروك. ده ماله؟ مش عارف بصراحه. ناس كتير بعد خبر مقتل السفير بهجت سالم ظنوا ان دي البروفة التانية لوفاته، واننا ربما بعد عدد من السنوات نكتشف ان الراجل ما زال على قيد الحياة زي ما حصل قبل كده في حادث اغتياله الشهير في العاصمة العراقية بغداد. ثم اكتشفنا انه على قيد الحياة بعد حادث تفجير الكنيسة لما ورد اسمه في قائمة مكالمات جمال الجبالي. المرة دي النيابة امرت الطب الشرعي بتشريح الجثمان وتأكدت الوفاة بالفعل، رحمة الله عليه. نتمنى سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة. نخرج لفاصل ونرجع لكم. ملا مالك يا أستاذة؟ في حاجة؟ أستاذة ليلى حضرتك كويسة؟ خير يا زين؟ ليلى آسف، أنا عارف إنك على الهوا، بس الخبر اللي عندي ما ينفعش يستنى. خير؟ في حد من زمايلي بلغني حالا دلوقتي إن النيابة وجهت اتهام قتل السفير بهجت سالم لجمال. ها أجيب لك إيه تشرب؟ خلينا نكمل ليلة. دي الليلة ليلتك. ليلة إيه بقى ما اتضربت خلاص؟ واحد مشي والتاني سكران وطلع ينام. شكلها رست علينا وأنت في الآخر. طول عمرها راسي علينا وانت يا جمال، بس انت اللي مش شايف. واحنا قلنا ايه؟
انت ما بتقولش، انا اللي عمال اقول لحد ما صوتي راح. لو الفايده بتيجي من الكلام كان زماننا مع بعض من زمان، كنت ما اتكلمت. منى، مجرد كلامي معاك في الموضوع ده خيانه لعلي. ما تنسيش احنا فين. مش هقولك فكري في علي بطريقه تانيه، فكري في ابنه. انتوا بينك ولد بكره يكبر ويشيل اسمه غصب عنك. روحي طلعتي غلطه الفريال دي. سامعه؟ انت بتشبهني بفريال يا جمال؟ للدرجه دي انا رخيصه؟ انا ماشي. فريال بعتك عشان كده رخصت، لكن انا مستعده ابيع لك حياتي كلها، وانت شايفها ارخص من انك تشتريها لو حتى بكلمه واحده منك. واحنا مفيش بينا غير كلمه واحده بس. علي، يا ريتك افتكرت مليون جنيه، كانت نفعتك سيرته. وانت يا سيدي عندي اغلى من مليون جنيه كمان. فعلا؟ اي حد يعرف اللي بينا يا جمال يصدق ان انا عندك اهم واغلى من فلوس الدنيا كلها. عارف ليه؟ لان انا السبب في اللي انت فيه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ شش، اسمعي وبس، ده كلام بينه وبينه بنكمله. انت اتجننت؟ استني يا منى، سبب في ايه علي بالظبط؟ في كل حاجه، في شغلك، في فلوسك، في اللي وصلت له، حتى في عمرك نفسه. مين اللي رشحك للجهاز زمان ونقلك نقلة تانية ما كنتش تحلم بيها؟ مش أنا. مين اللي نصحك تتعامل إزاي وتعمل إيه وقدمك للناس؟ ها؟ أنا. مين اللي طمعت في مكانه وأخدته منه أول ما وقفت على رجليك؟ مش أنا. مين اللي برغم ده كله فضل محافظ عليك وبيحمي ظهرك في كل عملية طلعناها؟ عبد لله علي الميري. طمعت في مكان مين يا علي؟ انت يا ريتك طمعت في مكاني وفرحت انك بقيت نمره واحد. الا ما كفكش، انت طمعت في مراتي كمان. ايه التخريف ده؟ انت سكرت ولا ايه؟ انا واعي لكل كلمه بقولها، علشان خلاص لحد هنا الطمع انتهى وجي وقت الحساب. انت بتعمل كده ليه؟ ما تفهمني. فين طول عمرنا صحاب، عملنا مع بعض كل حاجه، الوسخ قبل الحلو، فتحنا بيوتنا لبعض زي الاخوات واكتر. يمكن اكون حقدت عليك، كرهتك، تمنيت لك الشر، لكن عمري ما طمعت في لحمك يا جمال، عمري. بس انت عملت كده. انت بتقول ايه؟ اقرا ده وانت تعرف. ده تحليل الدي ان ايه اللي الهانم عاملاه من ورايا، عايزه تتاكد ان انا ابو رامي ولا لا. وده يخليك تتهمني؟ مفيش غيرك. أنا هعمل فيك كده إزاي؟ أنا شايفكوا بعينيا وأنتوا نازلين من شقة الهانم اللي بتقول إنها قافلاها دايماً. ده كان استعداد للباب التاني يا هانم. أنا مش هرد عليك. الباشا يرد بدالك. أرد عليك أقول لك إيه؟ ده أنت جايب اتهام وجاي مصدقه. أنت قلت أنت بتكرهني وبتتمنى لي الشر. هي جات لك فرصة يا علي، بس قلت تكبرها وتبروزها عشان يبقى ليك الحق تعمل أي حاجة حتى لو وصلت لقتلي. مراتك عندك؟ اسألها كده مين عمل فيك كده؟ اخرسوا. انتوا فاكريني ايه؟ تهمة بتحدفوها لبعض؟ واحدة مرمية في دراع كل واحد شوية مش عارفين مين اللي غلط معاها؟ طلقني يا علي، طلقني لو كنت راجل قوي كده. انت صعبان عليا بس انا عذرك. عارف ليه؟ عشان طول عمري كنت بشوف نفسي فيك، على اخويا وصاحبي. بس من النهارده خلاص احنا ما نعرفش بعض، كل واحد فينا من طريق. أنا طالع من تحت الأرض وأنت جواها ومصدق إنك عايش. دنيتين مختلفين وما ينفعش يتقابلوا تاني خلاص. مش مصدقك يا جمال، مش مصدقك.